بسم الله الرحمن الرحيم. هنتكلم في الدرس هذا هاجي هو مو درس هو كيف ننزل الملفات سواء ملف الفيديو أو ملف الدرس على الكمبيوتر الخاص فينا. How to download the lesson. أول حاجة مثلا هذا اليوتيوب وهذا المقطع اللي عندي. كيف أنزل الفيديو نفسه؟ طبعا معلش ممكن تكون معلومات بدائية لناس متعودة على اليوتيوب، لكن حقيقة بتيجيني أحيانا أسئلة: يا أستاذ أنا كيف أنزل الفيديو، كيف أنزل ملف الوجبات أو ملف الدرس؟ خلينا نأخذ واحدة واحدة. أوكي، ملف الفيديو تيجي على الرابط هذا، بتحط بعد www. بعد النقطة يعني قبل يوتيوب حط SS، انتر. هتيجي الصفحة هذه تقول له download تدي له start download، كده هينزل معاك مقطع الفيديو او المقطع الدرس الفيديو كامل download manager. اوكي، هذا كيف انزل مقطع الفيديو. اما كيف انزل مقطع الدرس او الدرس، الاستاذ دائما بيجيني سؤال: يا استاذ كيف انا فين الاقي الدروس اللي انت بتتكلم عنها؟ فين الملفات هذه اللي انت بتتكلم عنها؟ انت لو نزلت تحت شويه هتلاقي عندك هنا رابط درس الحلقه، ادي له شو مور بيفتح معك مربع، شايف المربع مكتوب ايش هنا؟ رابط درس الحلقه. بتاخذ الرابط هذا تضغط عليه بتفتح معك صفحه. بالنسبه لحلقه اليوم اللي انا معطيك اياها، في رابط واحد حطيت كل الملفات، مو الفيديو، لا، الملفات النصية، الدروس، الواجبات، الشرح. أوكي، الملفات النصية وليست ملفات الفيديو، حطيتها كلها في ملف واحد. فأنت عليك أنك تضغط في الحلقة هذه اللي قدامك، انزل لتحت. أوكي، هتلاقي هنا في رابط، طبعا مش الرابط هذا، هيجيك الرابط هذا، هذا هو الرابط اللي أنا اللي أنت هتلاقيه تحت الفيديو. تعال نشوف لو أنت إيش هيطلع لك في الرابط هذا. هتجيك الصورة هذه. اوكي، هو العنوان episodes 1 to 50، يعني الحلقات من الحلقة الأولى للحلقة 50، كل الوجبات. طيب كيف يا أستاذ أسوي لها داونلود؟ تيجي هنا تحرك الماوس، شايفين السهم هذا، تضغط على السهم بيجيني داونلود سيف فايل. خلاص اوكي، كده هتحفظ الملف كامل عندك. هذه فيها كل الحلقات من 1 إلى 50. أوكي، أتمنى أن تكون الصورة واضحة كيف أنزل الملفات. ترى يا جماعة الخير أنا كم صار لي وإحنا شغالين في الكورس هذا، لحد الآن بتوصلني طلبات: يا أستاذ كيف أنزل الملف؟ ارسل لي على الإيميل، ارسل لي. الموضوع سهل، الموضوع مو صعب نهائيا. هو بتيجي على، بتضغط على الرابط في البداية، بتضغط على الرابط هذا، بتفتح معك صفحة زي هذه، بتضغط على السهم ده، يجي لك الداونلود ده، بتقول له اوكي سيف فايل. اوكي، خلاص كده نحفظ في الجهاز عندك. تمام، اتمنى يكون الطريقة واضحة لكم. Thank you very much. Bye bye.